بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأمة في عهد الرسول الأكرم استطاعت أن تتحول إلى أمة رائدة وخير الأمم من خلال عدة عناصر. العنصر الأول المشروع المتكامل الجامع للإسلام الذي ينزل على قلب المصطفى من خلال القرآن ويبينه من خلال الروايات. ثانيا القيادة الصالحة المتجسدة بقيادة الحبيب محمد المصطفى. ثالثا وجود الأنصار من الرجال والنساء الذين وقفوا مع رسول الأكرم لنصرة الإسلام، الأنصار والمهاجرين الذين ضحوا بكل غال ونفيس من أجل الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. رابعا المؤمنون الذين استجابوا وحضروا في الساحة وتحولوا إلى مواطنين للدولة الإسلامية المتمثلة بدولة رسول الله. خامسا الصبر والمقاومة وتحمل الأذى في سبيل الإسلام. هذه أمور خمسة أيها الأحبة، كل ما التزمنا بها نتقدم، وكل ما فقدنا عنصر من عناصرها نتأخر. العنصر الأول نحتاج إلى وعي معرفي قيمي متكامل لمنظومة الإسلام المحمدي الأصيل المنبثق من إسلام رسول الله المتجسد في إسلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والمتحقق في زماننا من خلال الاجتهاد مع ملاحظة متطلبات العصر والزمان. هذا ما نحتاجه كعنصر أولي. العنصر الثاني نحتاج إلى قيادة صالحة واعية بصيرة مجاهدة تجسد قيادة رسول الله وتجسد القيادة الإسلامية، تجسد الإمامة. الإمامة هي موضوعة لخلافة النبوة، لحراسة الدين وسياسة الدنيا. في الأحاديث المتفق عليها بين الفريقين: من مات ولم يكن في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية. نتساءل من هو هذا الإمام؟ نحن طبق مدرسة أهل البيت نعتقد أنه الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونحن الآن نعيش عصر غيبة الحجة بالواقع المعاصر في عصر الغيبة. من هو هذا الإمام الذي يستطيع أن يقود حركة الأمة؟ هذا الإمام نحتاج فيه مواصفات. أولا الاجتهاد مع معرفة الزمن، ثانيا العدالة والتقوى، ثالثا البصيرة، رابعا أن يكون له قوة ودولة ويستطيع من خلال قوته ودولته أن يعبئ طاقات الأمة. ولا نجد هذه القيادة أيها الأحبة إلا في القيادة التي صنعها لنا الإمام الراحل. واليوم على ضوء قيادة الإمام الراحل خلفه الصالح آية الله العظمى الإمام الخامنئي حفظه الله يقود الأمة. حقيقة الأمر اتباع هذه القيادة الصالحة، قيادة الإمام الخامنئي، ضرورة حضارية لحلحلة مشاكل الأمة. العنصر الثالث أنصار أقوياء
وهم في زماننا أمثال محور المقاومة الإسلامية الذي يضحون بكل غال ونفيس من أجل صياغة القوة للأمة الإسلامية. ونحتاج إلى جمهور المقاومة وجمهور الأمة أن يوظف شهر رمضان من أجل البصيرة ومن أجل الوعي ومن أجل تزكية النفس. بهذا المقدار نكتفي ونستودعكم الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.